السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة ولقاء خاص من لقاءات قناة الصحة والجمال وبرنامجكم لقاء خاص. سعادة الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، لكن يوجد إنسان ضعيف ولا يوجد إنسان نعجز عن وصف سعادته ألا وهو المعاق. ربما كانت الكلمة خاطئة، ليس هو معاق أو عاجز، ولكن المجتمع أو مجتمعنا هو الذي عجز عن فهم هذا الإنسان الذي أخذ الله منه شيء لحكمة وقدرة لا يعلمها إلا هو، فقد أعطاه الكثير والكثير والكثير وأخذ منه شيء ليكون مثالا للعالم كله ويكون مثالا للناس ولنتعظ مننا نحن الكاملين أو الذين لم نمرض بهذا المرض أو نكون ذو احتياجات خاصة. بمناسبة مرور عام على اليوم العالمي للمعاق، نسعد بصحبة الأستاذ محمد زغلول مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك وبمشاهديك وبأسرة البرنامج وبأسرة القناة ومساء الصحة والجمال. بصفة حضرتك مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاه المعاقين؟ الهيئة العامة لقصور الثقافة تلعب دورا أنيط بها منذ إنشائها عام 1989 بأن تنشر الوعي الثقافي لدى جماهير مصر، لدى أبناء الوطن، دون استثناء أو تمييز. وذوي الاحتياجات الخاصة جزء من هذا النسيج الوطني، فلهم حقوق وعليهم واجبات. نعم. وهم مطالبون بأن يكونوا جزءا فاعلا ومنتجا من أجزاء من أبناء هذا الوطن العزيز. فهيئة قصور الثقافة تقدم الخدمة الثقافية في شكلين: الأول هو أن تنشر الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة المجتمع. نعم. بحيث يتعرف عليها المجتمع فتتغير الصورة الذهنية السلبية العالقة بأذهان المجتمع تجاه ذوي الإعاقة بأنهم لا يصلحون إلا أن يكونوا كما مهملا أو طاقة معطلة، وإنما في الحقيقة هم طاقة منجزة ومنتجة. نعم. شريطة أن يمكنوا من هذا الإنتاج وهذا الإنجاز. أستاذ محمد، يعني مصر من أولى الدول التي وقعت المعاهدات لحماية حقوق الإنسان نحو المعاقين، لكن إلى متى تكتب هذه المعاهدات ولا تفعل؟ يعني نرى الآن أن المعاقين وصلت نسبتهم إلى 12 مليون في مصر، يعني بأحدث أحدث الحسابات وأحدث التعداد وصل نسبتهم إلى 12 مليون، لكن نراهم مهمشين. إلى متى سيظل هذا التهميش؟ ولا متى سنرى المعاقين أو ننظر لهم نظرة العطف ونظرة الحنان ونظرة نحن ننظر فقط يعني، ولكن لا يوجد حل لإنهاء هذه الأزمة؟ أولا لابد من تعديل المسمى، فهم ليسوا معاقين وإنما هم ذو إعاقة. نعم. وطبعا شتان بين مفهوم المصطلحين، فهم ذو إعاقة، لديهم نوع من الإعاقة وليسوا معاقين بشكل كامل. التصويب الآخر أن غير المعاقين ليسوا كاملين. فيعني الكمال لله، علماء النفس، لا، أنا أتحدث عن الكمال البشري. حتى الكمال البشري لم يتحقق لأحد سوى الأنبياء والمصطفين من خلق الله عز وجل، لكن ليس هناك كمال بشري لسائر الناس. نعم. فمن كان سويا وصحيحا في جزء من أجزائه لديه شيء من السقم، لديه شيء من العطب في جزء آخر، ربما كان هذا الجزء مختفيا. نعم. مختبئا. يعني أرجو أن ندرب المجتمع على أن يستخدم المصطلحات السليمة. هم ذو إعاقة
وذو احتياجات خاصة وليسوا معاقين وليسوا عجزة. نعم. متى نرى؟ حينما يعني تكون هناك إرادة اجتماعية بأن يعاملوا هذا الفصيل وهذا الطيف وهذه الطائفة وهذا الجزء الأصيل من هذا المجتمع معاملة تليق. ومتى يعاملونه معاملة تليق؟ حين تتغير الصورة الذهنية السلبية التي ذكرتها لك في بداية الحديث. هناك أناس لا يرون الشخص ذا الإعاقة إلا أن يكون متسولا أو مجرد قارئ القرآن في المآتم أو شخصا قابعا في بيته منعزلا عن الناس، لكن الحقيقة تختلف كثيرا عما يتصوره الناس. فهناك أفزاز وهناك أعلام وهناك أقطاب من ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم، فالذين يحققون البطولات الرياضية في أنحاء العالم ويحصدون العديد والعديد من ميداليات التكريم والجوائز والمراكز المتقدمة هم من ذوي الإعاقة. نعم. الذين يحصلون على أعلى الدرجات العلمية في الجامعة وفي غير الجامعة أيضا هم من ذوي الإعاقة، لا يقلون عن أقرانهم سوى أن يمكنوا أو أن تتاح لهم الفرصة ليحققوا ذواتهم. نعم. الاحتفال باليوم العالمي للمعاق جاء لتعزيز أو نشر أو حشد كرامة الإنسان المعاق وصورته وتحسين صورته قدام المجتمع ونشر الثقافة للمجتمع خاص. بصفتك مدير عام بقصور الثقافة، ما هي الدورات وإيه اللي أنت قدمتوه في هذا اليوم العالمي؟ كما ذكرت في البداية نحن نقوم بدورين. نعم. الدور الأول هو نشر الوعي الثقافي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الدورات التأهيلية والتثقيفية التي نعقدها لصالح فئات المجتمع الراغبين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو مع ذوي الإعاقة. هناك دورات تأهيلية تثقيفية حدثت لبعض الإعلاميين مثلا في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ومستخدمي شبكة النت. الأستاذ محمد نستأذنك بس، معنا اتصال. الأستاذ عبد الله من البحيرة. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وبركاته أستاذ محمد. أهلا بك، اتفضل أستاذ عبد الله. ممكن أكلم أستاذ محمد زغلول بعد إذنك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. والله يا أستاذ محمد أنا يعني بناشد حضرتك وإحنا علاقات الصحة والجمال، يعني من أول دلوقتي يعني دور المعاقين في المجتمع المصري وخاصة في الأحداث اللي بتمر بها مصر مهمش، مع إن بيبقى عندنا يعني ناس أفزاز زي حضرتك ما قلت وعندهم اختراعات وعندهم ابتكارات وهم ناس هيفيدوا المجتمع بس مش عارفين يظهروا. فاللي انا عاوزه من حضرتك يعني رساله توضحها يعني للاعلام او للمسؤولين كل واحد في مجاله ان هو يهتم بالمعاقين، لان فعلا بيبقى عندنا ناس يعني بيبقى عندهم قدر من العلم وقدر من الثقافه وقدر كبير من كل واحد في مجاله وللاسف مش واخد حقه سواء اعلاميا او في المكان اللي هو المفروض يحق ليه ان هو يكون فيه. نعم. مش واخد حقه استاذنا استاذ عبد الله، مش واخد حقه لعده امور. اولا ربما يرجع هذا اليه هو شخصيا لانه قابع في مكانه ولا يبغي الظهور، ربما يرجع ذلك الى اسرته التي تخبئه وتخفيه، ربما تتوارى عن أن تظهر به يعني في المجتمع العام، ربما تقصير من الجهات المعنية المسؤولة عن ذوي الإعاقة، ربما تقصير منا نحن ونحن نحاول علاجه، ربما تقصير من الإعلام الذي لا يبحث عن هؤلاء ويقصر فهمه على أن النابهين والعباقرة والمتفوقين ليسوا إلا دكتور طه حسين وفنان عمار الشريعي والفنان سيد مكاوي وما إلى ذلك، إنما هناك العديد والعديد والعشرات. وكما ذكر الأخ الأستاذ محمد أن تعداد
ذوي الإعاقة في مصر تجاوز 12 مليونا، يعني هناك ليس هناك إحصاء دقيق، لكن هم يتراوحون ما بين 10 ملايين وبين 15 مليونا يعني. ولهذا من بينهم الفقيه العالم ومن بينهم الفنان النابه، أنت من البحيرة ولديك أخ كريم يسمى كريم النجار، فنان تشكيلي على أعلى مستوى في برج العرب، له العديد من المعارض والمشاركات الفنية في المهرجانات والمعارض، لكن لا يعرف عنه أحد إلا إذا قدم نفسه هو للناس وثابر وصبر على ذلك. استاذ محمد، يعني هنا يعني في مصر بالذات نرى ناس تتكلم عن المساواة ونجد ناس تتكلم عن العدل، لكن لماذا يتم تهميش هؤلاء المعاقين، ولماذا هم لم يكن مرتبطين بالمجتمع الذي نعيشه؟ الفكرة فكرة التركيز على الشعار، فكرة ان احنا مهتمين دايما بان احنا نردد شعارات لا تجاوز حناجرنا، لا تجاوز أفواهنا، نحن نردد ان هناك اهتماما بذوي الإعاقة. هو الآن صار هناك اهتمام ملحوظ، صارت هناك طفرة من الإحساس والشعور بضرورة أن يعامل المعاق معاملة طيبة حتى يكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع وفي هذا الوطن، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مقصورا على تاريخ بعينه ولا على يوم بعينه ولا على احتفال بعينه ولا على شهر بعينه، وإنما ينبغي أن يستمر هذا الاهتمام على مدى العام. وأن يحسن ذوي الإعاقة تقديم أنفسهم للمجتمع بأن يبرزوا أفضل ما لديهم من إبداع وأفضل ما لديهم من سلوك. نعم. أستاذ محمد، ما هو نشاط الإدارة أو الإدارة العامة لقصور الثقافة تجاه المعاقين؟ تجاه المعاقين نحن نقيم أيضا لقاءات تثقيفية ومؤتمرات تناقش قضاياهم وتدور حولها، فلقد عقدنا 4 مؤتمرات من سنة 2009 إلى سنة 2012، ونحن نحضر الآن لمؤتمر إن شاء الله يفتتح يوم 9/12 في رحاب جامعة طنطا وتحت رعاية الأستاذ دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا والشاعر سعد عبد الرحمن ومعالي محافظ الغربية اللواء دكتور محمد نعيم. ويعني يلتف حوله العديد من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة من الباحثين والمفكرين والكتاب والباحثين أيضا. أستاذ محمد، يعني كيف نوجد المعاقين أو كيف ندخلهم في نمط الحياة بطريقة يعني تليق بهم أو تليق بشأنهم؟ بأن نهيئ المجتمع لأن يندمجوا فيه اندماجا حقيقيا فعليا لا نظريا، أن نهيئ لهم فرص العمل المناسبة، أن نهيئ لهم فرص الإبداع المناسبة، أن نهيئ لهم الطرق المعبدة والممهدة. ولقد بحت أصواتنا ونحن نناشد السادة المحافظين كلا في محافظته أن يعيد النظر في مسألة رصف الطرق وتمهيدها وتعبيدها لكي تكون صالحة وممهدة لسير آمن لذوي الإعاقة ولكبار السن ولمرضى العظام ومرضى خشونة الركب وما إلى ذلك وللأطفال أيضا، لكن يعني ربما لا يصل نداؤنا ولا تصل مناشدتنا إلى هؤلاء المحافظين إلا من رحم الله. بصفتك أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف ترى المعاق أو كيف ترى المعاق في مصر؟ أراه شخصا عاديا جدا طبيعيا جدا لديه من الملكات والقدرات والمهارات ما يؤهله إلى أن يكون مواطنا فاعلا صالحا شريطة ألا يهمش. وبمناسبة التهميش نحن أقمنا مؤتمرا ثقافيا عام 2011 وأسميناه
ذوي الإعاقة في الريف المصري خصوصية القضايا وقسوة التهميش لكثرة ما وجدنا من تهميش الأسر في الريف لأبنائهم من ذوي الإعاقة وإخفائهم والتواري بهم عن الظهور للمجتمع. هل يعني كفل الدستور المصري حقوق المعاقين في الدولة وحقوقهم كفرد مصري أو كأشخاص مصريين؟ يعني بالقراءة الأولى لما أعد من دستور مؤخرا نرى أن الاهتمام قد ازداد خلال هذه المسودة التي عرضت علينا منذ أيام من خلال الجلسة العلنية، وذكرت المواد وذكرت المادة 81 وما قبلها مادة 80، ذكرت حوالي 8 مواد، يعني منها ما نص صراحة على الحقوق تفصيلا لذوي الإعاقة، ومنها ما ذكر بعض الحقوق ضمن بعض الفقرات في هذه المواد. نعم أستاذ محمد، كيف؟ وهذا أمر يذكر ويشكر ولا ينبغي أن ينكر. نعم. ولا ينبغي أن نحلم أن نحقق كل شيء في وقت واحد أو في يوم وليلة أو في مسودة لدستور، وإنما أول الغيث قطر ثم ينهمر. نعم. هل لديك اقتراحات أو خطط جديدة لتغيير شكل المعاقين أو شكل ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر أو في العالم كله؟ ماذا تعني بقولك شكل؟ يعني شكل المعاقين يعني؟ لا يعني شكل الحياة، شكل الحياة، شكل الحياة، طبيعة الحياة، زي ما قلت لحضرتك. نعم. لما يتعمل حسابهم في 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 المشروعات التي تنجز مؤخرا. طب كيف السبيل لذلك؟ ما بنقوله هو مين اللي بيعمل ده؟ اللي بيعمل ده القائمون على شؤوننا الذين يقيمون مشروع لمترو الأنفاق. نعم. ويعدون مصاعد كهربائية يستخدمها كبار السن وذوي الإعاقة. نعم. ولا يستخدمها كبار السن وذوي الإعاقة. أستاذك أستاذ محمد معنا اتصال. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا أستاذ محمد؟ الله يسلمك، اتفضل يا أستاذنا. عايز أكلم الأستاذ محمد. تفضل. زغلول. أهلا وسهلا يا تفضل. دكتور يعني أنا عايزك توجه كلمة يعني للأسرة، مش دلوقتي مش هنكلم الدولة أو إن إحنا نكلم المسؤولين، إحنا عايزين نكلم الأسرة نفسها إزاي إن هي تخرج ادعاءات الطفل اللي هو ذوي الاحتياج الخاص، لان احنا عارفين ان كل انسان بيكون عنده موهبه او كل انسان عنده قدراته. لما نعم. ربنا بياخد منه قدره من القدرات بتاعته ديت اكيد بيديله قدره تانية بتكون هي اللي هتساعده ان هو يكمل حياته، قدره تعويضيه. فازاي الاسره تخرج ديت من طفلها او من ابنها، او ان هي تخليه يتعامل مع الناس بشكل افضل؟ يعني يا ريت يا دكتور توجه كلمه كده للاسره والمجتمع او اللي هو الانسان اللي بيكون موجود في وسط مجتمع معين كده. نعم، نحن اولا نناشد الاسره التي يعني اراد لها الله ان يكون من بين ابنائها شخص له اعاقه، ان تتقبله اولا، ان تتقبله من بين افرادها. نعم. والا تتوارى به وألا تخجل من الظهور معه. فهناك أسر كثيرة تخجل من الخروج والظهور مع أبنائهم من ذوي الإعاقة. ثم يأتي بعد ذلك دور اكتشاف الموهبة والملكة والقدرة والمهارة من خلال الأسرة، ربما من خلال المؤسسات المختلفة كالمدرسة والمسجد والجمعية الأهلية، المجتمع المدني، هؤلاء جميعا تتضافر جهودهم من أن يكتشفوا، من أجل أن يكتشفوا هذه المواهب وهذه الملكات ويثقلوها وينموها ويتبنوها حتى نعم. يكون ذلك الشخص شخصا مبدعا. نعم. نرجع لموضوعنا تاني يا استاذ محمد، يعني ازاي نغير شكل الحياه لذوي الاحتياجات الخاصه في شكل الحياه؟ ان توفر لهم فرصه العمل، اولا فرصه التعليم المناسب. نعم. في مدرسه مهيئه لكل اعاقه على حد. نعم. هناك الاعاقات معلومه للجميع وللساده المشاهدين، اعاقات بصريه واعاقات
ذهنية وعقلية وإعاقات حركية وإعاقات سمعية. فمن غير المقبول أن يتناسى المجتمع أن من بين أفراده أفرادا معاقين سمعيا. لابد أن يدرب المجتمع على كيفية التحاور مع ذوي الإعاقة السمعية، إما بطريقة بلغة الإشارة أو بطريقة الشفاء أو بطرق متعددة. فمن غير الطبيعي ومن غير المقبول أن ينسى المجتمع فئة من فئاته أو شريحة من شرائحه. نعم. برغم التقدم التكنولوجي الهائل والتقدم في التقنيات أو الكمبيوتر كده، هل كان التقدم ده دور في إسعاد أو في تقديم شيء لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أكيد. هناك مكفوف البصر الذين يستخدمون الآلات التكنولوجية كالكمبيوتر ويتعاملون مع شبكة النت ويبرمجون، ربما دي سعادتهم دي في التواصل إلى المجتمع، يعني ربما هذه الأشياء تساعدهم في لا شك أنهم إذا ما سعدوا انعكست هذه السعادة على المجتمع، لأنهم يعلمون يقينا أن مجتمعهم يشعر بهم، يأسى لأساهم، يفرح لفرحهم وهكذا. صارت هناك إمكانية الآن لأبنائنا من ذوي الإعاقة السمعية أن يتعاملوا مع أجهزة الموبايلات أو التلفونات عن طريق الرسائل المعدة والمكتوبة المقروءة والمرئية. يعني هذه الأشياء التي استحدثت لا شك خففت شيئا ما من عناء الحياة بالنسبة للشخص المعاق. نعم. نرجع لحقوق المعاقين في الدستور. احنا مش كملنا الموضوع ده، عايزين نكمل يعني ايه اللي المفروض يكون موجود في الدستور ومش لم يوضع في مسودة الدستور الجديد، يعني تعليقك على هو كل ما يعني تقريبا كل ما يعترض عليه اخواننا من وابنائنا من ذوي الإعاقة انه لم تحدد نسب في بعض الحقوق كالتمثيل السياسي او التمثيل البرلماني، لم تحدد نسبة. بالنسبة لنسبة التشغيل 5%، يعني هذه النسبة صارت قليلة جدا وغير فاعلة وغير ذات جدوى، ولابد من مضاعفتها لمضاعفة عدد المعاقين. يعني ربما كان ذوي الإعاقة حين حددت النسبة 5% للتشغيل كان عددهم آنذاك لا يتجاوز المئات أو الآلاف، لكن الآن نحن تجاوزنا الملايين. فلابد أن تساير النسبة هذه الزيادة وهذه المضاعفة. أستاذ محمد زغلول، عايزين حضرتك تقدم يعني رسالة إلى مجتمعنا، رسالة إلى المحيطين بذوي الاحتياجات الخاصة بصفتك يعني أولا مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفتك أحد ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أنا أقول للمجتمع، الشخص الذي له إعاقة هو ابنك، هو أخوك، هو والدك، هو جارك، هو صاحبك، هو صديقك. فلا ينبغي يعني أن تتجنبه، ولا ينبغي أن تجافيه، وإنما ينبغي أن تعامله معاملة ودودة وحانية. أقول للشخص المعاق، لن تستطيع أن تستغني عن غيرك من أبناء هذا المجتمع، فنحن جميعا نشكل كيانا واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشبك أصابعه، يقول الراوي فشبك أصابعه. وتشبيك الأصبع أو الأصابع بهذه الطريقة إنما يشير إلى القوة التي تكون عليها اليدان حينما تكونان متشابكتين. فلن نستطيع أن نستغني عن بعضنا البعض، لن يستطيع الكفيف أو الأصم أو المعاق حركي أو أن يستغني عن أقرانه وعن جيرانه وعن زملائه وعن أصدقائه من الأسوياء الذين تربطه بهم علاقة الجوار وعلاقة الصداقة وعلاقة الأخوة وعلاقة الإنسانية. كيف نحافظ على حقوق المعاقين في ظل الظروف التي نمر بها؟ ألا تكون مجرد شعارات،
ألا تكون مجرد جمل رنانة نطلقها ساعة الاحتفال، نعم، وبعدها لا نجد لها أثرا على أرض الواقع. طب ده ممكن ننمي هذه يعني ننمي هذه الحقوق من خلال مشروعات، من خلال أشياء نقدمها للمعاقين في وجهة نظرك؟ يعني هناك مؤسسات عديدة يمكن أن تقيم بعض المشروعات التي تعود بالنفع على ذوي الإعاقة وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه. نعم. هناك صندوق تنمية اجتماعية، وهناك البنوك ويعني شركات الاستثمار التي يمكن أن تستغل طاقات أو أن تستثمر طاقات ذوي الإعاقة في أشياء هم فيها بارعون. نعم. يعني إذا كنت قد فقدت حاسة من حواسي فلم أفقد كل حواسي، فينبغي أن تنمى بقية الحواس التي أعطانيها الله عز وجل. نعم. في كيف نختار أو كيف نختار الإمكانيات المعينة أو الإمكانيات الموجودة للتعامل مع الشخص الأمامي أو الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني إزاي يتعامل، كيف اختيار الوسيلة الوسيلة أو التعامل مع الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، اختيار الوسيلة المناسبة لنوع إعاقته، يعني ألا نحمله فوق ما يطيق أو فوق ما يستطيع فيشعر بالعجز، ألا نهمله، ألا نثبط همته بالبلد كده، يعني باللغة باللهجة الدارجة اللي بينا، ما نكسرش مقاديفه ونرجع نقول له أنت لازم تبقى مبدع. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. نعم. إيه طب ايه هي اهم شروط اللي بتتوفر في الشخص الذي يتعامل مع ذوي احتياجاته الخاصه؟ ان يكون شخصا مؤهلا، قارئا، مثقفا. نعم. قادرا على التعامل مع قرينه من ذوي الاعاقه، محبا له، موقنا ان التعامل الحسن معه سوف ينتج علاقه طيبه مع كل افراد المجتمع. نعم. هل ترى للإعلام دور في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يا دور كبير، ولهذا نقطع المسافات الطوال من أجل أن نجلس مثل هذه الجلسات حتى نعرف المجتمع على يعني ما ينبغي أن يكون تجاه المعاق. نعم. فالإعلام له دور هائل يتمثل في إبراز الصور المشرقة الوضاءة من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. ولا ينبغي أن يتخذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني صورا سلبية للتندر أو للسخرية. نعم. أو للتهكم. طب برأي حضرتك إيه أهم الطرق اللي يستفيد اللي يجب على الإعلام أن يفعلها ليستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة؟ زي ما قلت لحضرتك إنه هو يبرز الصور المشرقة، يعني هناك أساتذة في الجامعات من ذوي الإعاقات في غاية النبوغ والتفوق، لابد أن تلقوا الضوء على هؤلاء. هناك شباب متميز ونابه في مجال التكنولوجيا الحاسبات الآلية من المكفوفين ومن غير المكفوفين، يعني تنبهر حينما تتعامل معهم. نحن نغبطهم، نحن الكبار نغبطهم على ما وصلوا إليه من تفوق وتميز في مجال الاستخدام التكنولوجي. نعم. أستاذ محمد زغلول، يعني كيف ترى المعاق أمس وكيف تراه اليوم؟ يعني قبل التكنولوجيا وقبل الثورة الإلكترونية الهائلة. المعاق أمس كان يعتمد على مسائل بدائية ويدوية في التعامل مع الأشياء، لأن صار يستخدم الأدوات الحديثة والآليات الحديثة التي تعينه على أن يواصل حياته بشكل أفضل. لكن نحن نحتاج إلى جانب الآلة، نحتاج قلبا متفهما، عقلا واعيا مدركا لحقيقة أن المعاقين جزء، أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، لا ينبغي أن ننحيه أو أن نتوارى منه.
نعم، كيف ننشر الوعي الثقافي الذي يثقف مجتمعنا ويثقف أطفالنا وشبابنا نحو هؤلاء من ذوي الاعتقاد مثل هذا البرنامج؟ نعم. وغيره. مثل هذا البرنامج وغيره يمكن أن ينشر الوعي. ما نقدمه نحن من ندوات ومن لقاءات ثقافية ومن مؤتمرات يمكن أن ينشر الوعي، ونحن نلحظ أن الوعي يعني قد تغير. نعم. بالنسبة للمجتمع تجاه ذوي الإعاقة، وبدأوا يشعرون ويتأكدون أن هناك يعني أعلاما وأقطابا ومفكرين وباحثين وكتاب ومكتابا في الصحافة وما إلى ذلك. كيف ترى المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول الأخرى يعني؟ والله الدول الأخرى ظروفهم الاقتصادية أفضل حالا منا، ولا شك أن النظام الاقتصادي إذا ما كان هناك يعني في إذا ما كانت هناك بحبوحة من العيش يمكن أن تقضي على كثير من المشاكل. نعم، يعني هل الجانب الاقتصادي دور في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا، يعني أن يوفر لكل معاق سيارة. نعم، خدت بالك؟ أن يوفر له الطريق المهيئ له كي يسير فيه آمنا مطمئنا. نعم، على نفسه وعلى حياته. لكن البعض منا يستغل تخصيص الحارات الخاصة. نعم. داخل الطرق، استخدام التكنولوجيا في عبور الطريق بالنسبة للشخص المعاق. يعني كل هذه معينات، كل هذه وسائل معينة تعينه على أن يعيش حياة أفضل. نعم، لكن البعض منا أستاذ محمد يستغل هؤلاء في رغبات وفي أشياء يعني لم تستحسن في مصر، يعني مثلا استخدام المعاقين في أشياء، مثلا في استغلالهم في أشياء معينة. يعني ما الرسالة توجهها إلى المعاق لكي لا أحد يعني لكي لا يقع تحت هؤلاء يعني؟ يا أخي احنا الأول نوجه رسالة للذين يستخدمونهم مثل هذا الاستخدام. نعم. الذي تشير إليه، نقول لهم اتقوا الله. نعم. اتقوا الله واعلموا أن النعمة لا تدوم. نعم. وأن الصحة لا تدوم. نعم. نرجع ونقول للشخص المعاق كن واعيا بألا تكون سلعة أو أن تكون فريسة للالتهام من ذوي النفوس المريضة والقلوب الضعيفة. نعم. الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يحس بالضعف وعدم الثقة، ده يعني يرجع إلى قلة إيمانه أو قلة إيمانه بقدر الله وقضائه. يعني كيف، ما الرسالة التي توجهها إلى هؤلاء يعني من الناس؟ لا لا، ما همش ضعاف ولا حاجة، الحمد لله رب العالمين. أقول البعض يعني أقول البعض يعني هذا البعض ربما من كثرة ما يعانيه من تهميش المجتمع. مجتمعنا هذا مجتمع غريب، يعني إما يعني أن يغرق في التهويل أو أن يستغرق في التهوين. نعم. ونحن نريد معاملة يعني وسطية، يعني كما أراد الله أن تكون هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نعم، يعني لا إفراط ولا تفريط. نعم. لا تهويل ولا تهوين. نعم. بذلك يحيا المعاق حياة كريمة ومنتجة وفاعلة وإيجابية. كيف نخرج يعني نخرج من مجتمعنا رجال كطه حسين، رجال صنعوا التاريخ؟ رغم هو ده السؤال اللي زعلنا. أنا آسف، ده أنا بقالي طول الحلقة بقول لك في هناك أعلام وأقطاب وأفزاز. كيف نخرج؟ هم موجودون، احنا مش محتاجين نخرجهم، احنا محتاجين بس نلقي الضوء عليهم يا أستاذ محمد، زي ما قلنا لحضرتك برنامجك الكريم. نعم. خدت بالك؟ والبرامج الأخرى التي تقوم على نشر الوعي. نعم. هذه البرامج تحرص حرصا شديدا على إبراز الصور المضيئة. نعم. والمشرقة. نرجع لموضوعنا الأساسي في أن حضرتك مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ما الجديد الذي سوف تقدمه هذه الإدارة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني ما أنا أدعو القناة. نعم. وأسرتها والقائمين عليها للمشاركة في المؤتمر الذي نعقده يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. نعم. في رحاب جامعة طنطا، في المؤتمر في دورته الخامسة بعنوان ذوي الاحتياجات الخاصة وآليات التمكين في ضوء المتغيرات المجتمعية. نعم. وقد أعدت. نعم.
بحوث كثيرة تدور حول هذا المعنى، قدمت من كثير من أساتذة الجامعات المختلفة، فتشاركنا في المؤتمر جامعة طنطا وجامعة الزقازيق وجامعة عين شمس وجامعة المنوفية وجامعة حلوان وجامعات أخرى يعني. نعم. لا أجد ما أقول إلا أن أقول اتقوا الله في المعاقين وقدموا لأنفسكم من خير. اتقوا الله، قدموا لهؤلاء ابتسامة حتى تغيرهم، ربما تغير حياتهم، ربما تخرجهم مما هم فيه. انتهى برنامج، انتهى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور الأستاذ محمد زغلول، مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة. لا يسعني إلا أن أتفضل أو أتكرم بالشكر لحضرته. شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ محمد زغلول على هذه، على هذا الكلام الجميل وهذا المشاعر اللطيفة. شكرا لحضرتك. زي ما قلت لحضرتك، وبدعو المشاهدين لمشاهدة المعرض اللي هيصاحب المؤتمر إن شاء الله بدءا من يوم الاثنين، في كثير من الفنانين منهم أخونا العزيز الأستاذ كريم النجار. نعم. أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. 5 4 3